معاكم. ازيكم يا شباب؟ اللي داخل الفيديو ده وهو فرحان يخرج، واللي داخل برده وهو زعلان ومش عايز يفرح يخرج. بصوا اقول لكم انا عامله الفيديو عشان انا اتفرج عليه. بصوا يا شباب، كما يقال انفع متكبره مناخيري في السماء، الكلام ده كله اللي هو مش حقيقي اصلا، بس ما علينا. هساله طب ده ايه علاقته اساسا بعلاقه عنوان الفيديو اللي هو احنا اساسا بنتكلم عن الدروس، بس كنت اخد دروس في الثالثه ولا ما اخدش. اولا انا هقول لكم كده اصبروا عليا، بس لو تحبوا اللك بقى وبالكم طويل هاتوا حاجه تشربوها وانتوا قاعدين تتفرجوا على الفيديو ده، وبالاخص يكون شاي. ما تسالونيش ليه، بس المهم هاتوا حاجه تشربوها. من كام شهر كده كنت نشرت بوست عن ان هو كل مدرس المفروض لما يبتدي يبدا دروس المفروض ان هو يكون محضر نفسه في اعدادات بقى التطور والنظام الجديد وكده، ومش هنسرع بس ان احنا نبدا دروس في 8، بحيث اساسا ان الدراسه هتبدا في شهر 10، وفي في يعني مدرسين بدات دروس من 7 وبدات دروس من 8. فالموضوع كان وجهه نظر اللي هو بقى زمايلي ابتدوا لا ده احنا لازم نحجز ونروح كذا ونروح كذا، والدوشه دي كلها بصراحه يعني كانوا في دوامه من شهر 7، وفي ناس حطتني في الدوامه دي. يعني المهم ان هو احنا قعدنا نلف كتير وهنروح ومش هنروح، وسمعت طبعا من ناس كتير وهذا مفضل وهذا كذا وهذا كذا والكلام ده، بحيث ان انا في حين ان انا من شهر 7، انتوا طبعا متخيلين معايا من شهر 7 والدراسه تبدا في 10. فطبعا نشرت بوست اللي هو يا ريت، فيما معناه ان هو يا ريت كل مدرس ناوي يبتدي بدري، ناوي يبتدي 7، ناوي يبتدي 8، ناوي يبتدي 9، ناوي يبتدي 10، ناوي يبتدي 12، طبعا كل واحد حر. يا ريت بس ان هو يكون في بدايه، او كل مدرس يكون مجهز نفسه اللي هو بس مش ايه، مش هنبتدي وخلاص وبس نشرح يعني بنفس النظام القديم، اللي هو كل مدرس يستعد. هل عارفين طبعا ان في مدرسين ممتازه وشاطره وبتحسها فعلا انك بتتعامل مع اباء روحانيه او امهات روحانيه، يعني تحس فعلا ان هم اهلك. وفي مدرسين يعني في كل مهنه يعني الحلو والوحش، زي الاطباء وكل مهنه يعني اللي بيبقى فيها الحلو وبيبقى فيها الوحش. كذلك المدرسين، في مدرسين بترتاح لها وبتحسها حلوه وبتحسها فعلا اباءك وامهاتك، وفي مدرسين لا. فكذلك انا نشرت بوست، فطبعا اتقال كتير جدا وانه انفع بقى وتكبر، وهو انت هتحطي نفسك بالمدرسين وهو وصل بيكي لدرجه انك تقولي ان المدرس كذا والمدرس كذا والمدرس كذا، بحيث ان كان القصد من البوست اساسا اللي هو التوعيه ان ده نظام جديد مش شبه مثلا المره اللي فاتت، يمكن طريقه الشرح هي هي، بس على الاقل لازم نحضر، لازم نجهز المنهج، لازم الكلام ده كله. ودي كان رايي اساسا في كتابه البوست. اما بقى 7 8 9 10 انا مش فارق معايا المدرس يبتدي في شهر كام. فالموضوع طبعا ما كانش فيه اي اهانه للمدرس باي شكل من الاشكال، اصلا هاهين مين؟ الكلام ما كانش موجه لحد، ولكن انتوا عارفين بقى في ناس بتحب الاقتصاص والكلام ده كله بغض النظر ان ده لا يعني. ندخل بقى في موضوعنا اللي هو اساسا انا هاخد دروس ولا مش هاخد دروس، وانت اساسا ما بتديش دروس ليه؟ بصوا ما باخدش دروس ليه؟ لو لاسباب ماديه على فكره مش هتكسف اقول ومش حاجه عيب وهقول، ولكن هي الاسباب مش ماديه، هي الاسباب بس موضوع ان هو انا مش متقبله الفكره. انا اساسا كنت في الاعدادي متعوده على كم صغير من الدروس، كبير اني كنت بروح درسين او ثلاثه. فدخلت الثانوي زي ما قلت لكم لقيت يعني رحت في اولى ثانوي، فخلاص انا قررت ان انا همشي بنفس نظام الاعدادي، وبرده مش هروح الا درسين ثلاثه وخلاص، وانا مستريحه على كده، وبرده مش هروح دروس كتير والكلام ده كله. ولكن وقتها والدي رفض ولا وهتروح ومش عارف ايه، وكان في يعني اصرار، فاضطريت طبعا ان انا اروح كله. رحت اول حصه لاي مدرس ممكن تخيله، يعني كل المدرسين اللي محاطين بينا، فانا رحت لكل مدرس اول حصه. تمام، رحت فحظي ان هو بقى زمايلي هتروحوا عند كذا، عند عربي، عند مين مثلا، احياء عند مين، كيمياء عند مين، فيزياء عند مين. فاسمع ان هم كلهم تقريبا كانوا موحدين على نفس المدرس، او كلهم بيقولوا اسم مدرس واحد، ولكن ما تخيلتش ان انا حرفيا هروح الاقي كل الكيمياء دي عند مدرس واحد. فطبعا رحت اول حصه لكل مدرس، فانا رحت انا ما لقيتش مكان اقعد فيه، مش مرتاحه، انا مش تقريبا قاعده كده عامله زي ال... هو نعم انا فين؟ ايه ده؟ طب انا لو عندي سؤال، طب انا هعرف اتعامل مع ده كله؟ انتوا متخيلين انك بتشوف كل حاجه، اللي تعرفه اللي ما تعرفوش كله جنبي حواليا فوقي قاعد واقف، في ناس وقفت على الباب عشان تبص. طب ليه؟ والمكان اساسا ضيق. فطبعا انا رحت اول حصه، حرفيا رجعت في اول يوم في اولى ثانوي، اول يوم دروس في اولى ثانوي مفيش حد رحت له الا ورجعت وانا معيطه. هل مثلا انا مش فاهمه؟ اه مش فاهمه، انا
هو بيكلم مين اصلا؟ هو بيكلمني انا؟ هو بيكلم انا مش متخيله كميه الزحمه اللي هو اساسا ليه ايه ده كله. طب في حد عنده اعداد قليله؟ ما سالتش نفس السؤال ده. انا قلت ايه اللي انا فيه ده؟ هو احنا رايحين نصلي؟ يعني احنا انا تقريبا الناس اللي بشوفها في مسجد صلاه الجمعه ما كانتش بتكون بنفس الشكل اللي انا شفته فيها وانا رايحه. طب انا هتعامل مع الدرس ازاي؟ طب انا هساله ازاي؟ طب انا هاخد راحتي في الحصه ازاي؟ طب انا اساسا مش عارفه اقعد عدل، طب انا هركز ازاي؟ طب الكلام ده كله. وطبعا كل الحاجات دي لفت في دماغي وانا رايحه. حرفيا عيطت وطبعا خلاص يعني بتاتا انا مش رايحه دول. بالرغم من ان لا هتروحي والثانوي مرحله ثانيه والثانوي غير الاعدادي والكلام ده كله، ولكن انا خلاص انا لو رحت مش هستفاد. بس انا قلت نفسي كده انا لو رحت مش هستفاد. حاولت طبعا اقنع اللي حواليا على قد ما اقدر، والحمد لله وصلنا النتيجه في الاخر ان هو خلاص انت حره بس كله على دماغك. يعني خلاص انت شايفه كده ماشي، لو سقطتي ولا رحتي في 60 داهيه كله على دماغك. طبعا خدت الموضوع في نهايه خلاص يا شباب سقطت نجحت كله على دماغي فعلا، محدش يشيل همي ونجرب اول شهرين ثلاثه ونشوف. ارتحت يعني انا على المر ده او على هذا النظام ارتحت ان انا ما بروحش ومبسوطه وقاعده في بيتي ومركزه، يعني مش حاسه نفسي فرخه في مفرخه، فاهمه بذاكر فاهمه، مفيش حاجه مثلا واقفه قدامي. ولو في طبعا بيبقى مثلا بسال فيها مدرس مدرسه مدرس درس بشوف جزئيه شرحها على اليوتيوب وهكذا، والامور مشيت في اولى ثانوي بشكل طبيعي. طبعا احنا عارفين اساسا ان احنا في اولى ثانوي ما كناش بنذاكر حلو، لان يعني في ناس مثلا اللي هو بقى نظام جديد وتخبطات ومش عارف ايه والكلام ده كله، ولكن انا بصراحه كنت بذاكر كويس علشان ان انا كنتش مخليها فكر ان احنا هنمتحن ولا مش هنمتحن ولا ايه اللي هيحصل ولا ايه القرار الجديد ولا الوزير ولا الكلام كله. بصراحه ما كنتش مخليه الحاجات دي تشغل دماغي. لو انا كنت انا داخله بقى الثانوي الثانوي مرحله جديده الثانوي مش عارف ايه، وبالفعل انا اللي عملته في اولى وثانيه ثانوي يعني فعلا هيحس بكلامي دلوقتي. طبعا بنفتكر احنا حاليا في اللي استهان في اولى وفي ثانيه هيحس بصعوبه دلوقتي صعوبه جامده، لكن اللي ذاكر كويس في اولى وفي ثانيه او بنسبه 80 90% هيحس براحه دلوقتي. المهم ان انا اتعاملت مع اولى على انها سنه جديه وتعاملت مع ثانيه على انها سنه جديه وجيت بقى في ثالثه. طبعا طلعت من الاولى جيت بقى في الاخر بعد ما ذاكرت والكلام ده كله، بيبقوا عارفين بقى لما نبتدي في جزئيه الحل او في شهور المراجعه في اسئله تقف قدامك تبقى عايز تسال حد، ممكن المدرسه ما كانتش متوفره تقريبا في اخر شهرين في اولى ثانوي، ف ما كانش عندي مدرسين اسالهم تقريبا في المدرسه يعني، فعشان كده رحت الدروس. راحه ليه اصلا؟ انا راحه عشان احل، لان هو اساسا انا زي ما اقول لكم انا ما يعني ما بحبش اروح الدرس الا لما اكون محضره اللي انا هاخده قبل ما امشي، بحب اذاكر الدرس قبل ما امشي. فعشان كده لما حد مثلا يجي يسالني المدرس ده احلى ولا المدرس ده ولا بتفهمي ده، انا ما بعرفش اجاوب لان انا مش عارفه. انا عارفه الدرس قبل ما امشي فمش قادره افهم، وانا سمعته من المدرس وخلاص، فانا مش فاكره يعني ما اعرفش، مش هقدر احدد لك انا بفهم منه ولا ما بفهمش منه، لانه اوريدي فاهمه الدرس قبل ما امشي. مش نوع من التقبل ولا نوع من اللي هو الخباثه ولا النداداري ولا الكلام ده كله، ولكن لا انا ما اعرفش ما جربتش. انا بس راحه عشان الاسئله عشان المسائل عشان الحل، وفي ناس كده فاعمل ايه يعني؟ انا اعمل ايه؟ ما دي مش مشكلتي، ممكن تسال اكتر من حد تاني ممكن يفيدك، وطبعا كلنا مختلف، هتفهم من ده انا هفهم منه انت ممكن ما تفهمش، انت تفهم منه انا ممكن ما افهمش، فعادي كل واحد ودماغه يا شباب، كل واحد وطريقه الحل اللي هو بيرتاح لها. خلصت اولى ثانوي على خير بكل المشاكل اللي حصلت فيها بكل حاجه بقى بامتحانات مسربه وكل حاجه، وعدت على خير. دخلنا في ثانيه ثانوي. طبعا انا مش هقول لكم ان الاسئله في الاول كانت مفرحاني، الاسئله خلتني فارجع مش مصدقه هو ايه اللي انا شايفاه ده اصلا. يعني انا رحنا بس ما كنتش بدخل في جدالات معارضه ونظام مش النظام، انا كنت بسمع بسمع مش من عادتي ان ابقى متلقيه بس، ولكن بسمع يعني دي تقول كذا دي تقول كذا ده يقول كذا ده يقول كذا. ففي ناس كانت رايها انه عادي يا شباب احنا جيل نطلع يعني لما بتزرع زرعه اول مره ممكن حاجات فيها فاسده فانت تعرف، فتيجي تاني مره ما تكررش نفس الغلطه فاستحملوا بقى يا اولى ثانوي وما اعرفش ايه، وهيجي ناس بعدكم هتستفيد وانتوا استحملوا التجربه ومش التجربه وسمعنا الكلام ده كله وهيعدت لان النظام اتطبق اساسا. فطبعا انا كنت شاغله دماغي في اولى ثانوي ومعارضه ومؤيد وهدخل في جدال ومش هدخل في جدال، لما دخلت ثانيه ثانوي شفت الحاجات دي كلها مش هتفيدني خالص. انا اتحطيت في نظام هتشتمه هتمدحه هتذمه هتعمل له سلطه ما اعرفش ايه، هو النظام مشي
خلاص هعمل ايه، خلاص دخلت فن زي ما تقولوا عقلت، اللي هو انت عماله تعملي ايه، انت هبله، انت اساسا بتجادلي مين او بتتكلمي مع مين او واقفه في صف مين او شايفه ده مين او لا لا. وبعدين انت كبنت لما تدخلي اولى ثانوي تلاقي كل حاجه مختلفه. انا يعني سبحان الله انا شفت بنات المنافسه وسط ما بينهم، او مش منافسه علم للاسف، منافسه على اسفل الحريم، اللي هو اساسا ما ينفعش نبص لبعض فيها، هو انتوا باصين لبعض فيها، هو احنا سجانين، او احنا وصلنا لدرجه الجنان للدرجه دي بالنسبه للبنين مش عارف ايه. انا ما كانش ليا اختلاط وما اقدرش احددك يعني، ما كنتش احب كده. انا بتروح المدرسه طبعا فصولنا لوحدها الحمد لله، فبتروح المدرسه وبترجع من المدرسه، قصه بقى انا خايفه من الزحمه الكلام ده كله اوريدي بتلاقيها في المدرسه، بس عادي يعني بتمشي الامور بتمشي. خلصت اولى ثانوي زي ما قلت لكم على خير، ودخلنا في ثانيه ثانوي. هل يا ترى انا هدني على نفس نظام الامتحانات او على نفس النظام اللي انا ماشي عليه، اروح دروس ولا مش هروح دروس؟ طبعا السؤال ده كان كل سنه بيجي في خاطري، وكل سنه انا قلقان. طب هو انا لو ما روحتش درس، طب ما في حاجه ممكن تفوتني، طب المدرس ممكن يقول حاجه مش عندي، الكلام ده بيجي لي والله بيجي له في دماغه وماشي كل حاجه، ولكن الفكره انا اعمل ايه، انا مش فاهمه، مش هعرف اقعد في ده كله. فكنت بدور على قد ما اقدر على مدرس عنده اعداد قليله، انا عايزه حد يا شباب عنده اعداد قليله مثلا، ما جاش في بالي. او طب درس خصوصي ده مش عارف، ما انا ما عنديش اساسا وسيله اتواصل بيها مع المدرس، فاهمين ان انا بقى بعد الحصه انا مش عارفه اوصله اصلا. لما رحت اول حصه انا مش عارفه اكلمها ازاي او اكلمه ازاي ده، فده اللي خلاني استبعد في اولى ثانوي نهائي. دخلنا ثانيه ثانوي من امتحانات اولى ثانوي، فطبعا انا قلقانه نظام الامتحانات مش عارف ايه، طب اعمل ايه، طب الكلام ده كله، طب انا خايفه، طب انا احل ازاي. طبعا المشكله دي اتحلت، جبت الكتب الخارجيه على طول وابتديت احل في الكتب الخارجيه. طبعا في الكتب الخارجيه بيبقى ليها اجابات، يعني انا حرفيا ما برتاحش، لازم كل كتاب خارجي يكون معايا، لازم يكون معايا اجابات، فبقعد احل بقى. مساله الجدال مش بس بتكون ما بين طالب ومدرس، اللي هو المساله دي كانت ازاي، المساله دي ما جاتش ازاي، لا ده ممكن تكون ما بين كنتو او ما بيننا احنا حتى كطلبه، كنا بنقعد نجادل بعض، طب هي دي جت ازاي، طب هي دي جت ازاي. وفي مدرسين ما بتبقاش ما بتقوليش الاجابه، او هي بتقول خلاص خلصنا عايزين نخلص الحصه، سواء في المدرسه او في الدروس عايزين نخلص الحصه مش هنقعد نجادل كتير. طب هي دي ليه اساسا بتحلك كده؟ ممكن المدرس ما يكونش عارف يجاوبني، هل ده مثلا ضعف في المدرس او عيب في المدرس او الكلام ده كله؟ الشباب ضمنهم ليه؟ طالما نظام جديد يبقى احنا كلنا متطينين، سواء طلبه او مدرسين، وزي ما كان في مدرسين مؤيده في مدرسين معارضه، زي في مدرسين مش حابه النظام وفي مدرسين حابه النظام واللي هم قليلين، كذلك احنا كطلبه في كانوا حابين وفي كانوا مش حابين. نوعيه الاسئله كانت لفه، وفي مدرسين ما كانتش بتعرف تجاوب اغلبيتهم يعني، بس ده مش قصدي ان هو اهانه للمدرس او ان انا بقلل من قيمه المدرس او المعلم بيطلع اجيال او الكلام ده كله. طبعا المعلم على راسنا من فوق، ولكن انا كطالب من حقي احب اللي احبه واكره اللي اكرهه، لان زي ما قلت لكم هي مهنه التدريس في منها الحلو وفي منها الوحش، في معلمين انت بتعرف تحبهم وفي معلمين بيتكون ما بينهم او بتشوف ما بينهم حاجات انت ما بتحبهاش كطالب. يعني انا بني ادم، انا ادم احب اللي احبه واكره اللي اكرهه، طبعا مش الكره اللي هو انا هروح اقتله، ولكن مش حابه الطريقه، مش حابه طريقه الكلام، مش حابه الاسلوب، مش حابه الشرح، ده حقي يعني، ما حدش هيقول لي لازم كذا ولازم كذا، ولا برضو في تقليل من قيمه المعلم، انا مين اساسا عشان اقلل من قيمه المعلم، ولكن انا ليا الحق ان اقول انا بفهم من هذا وما بفهمش من هذا، او انا بحب اتعامل مع ده او بحب احل مع ده وما بحبش احل مع ده. طبعا في مدرسين كانت بتدينا ان احنا نجادل ونفهم وده جاب ازاي ودي جاب ازاي، في مدرسين حرفيا كانت تقول انا مش عايز لك كتير، زي ما الاجابات موجوده ورا واكتبه وخلصنا. طب ليه مش كده، طب ليه مش كده، مش عايز كلام الحصه مش عارف ايه ونمشي او نكمل يعني. فطبعا النظام ده مش هينفع، انت بتبقى في ناس بتسال كتير في حاجات ذات تصاميم، طبعا كانوا زي الناس اللي هي بتقعد تسال في الهبل اساسا، بتبقى مش عارفه هي بتسال ايه اصلا، هي عايزه تسال خلاص اسمها انها بتسال، في ناس كده حرفيا، وفي ناس لا بتبقى بتسال اسئله ذات ميني او فعلا هتديك معنى، فدي انت بتحب تسمع لها. في ناس بتسال اسئله في البطيخ يعني، هي مش اسئله، هي مش اسئله والله، هي بتبقى اسئله انا تقريبا بشوفها ايه ده، طب انت بتسال في ايه، طب دي مسلمات او دي حاجات اساسيه، طب انا هسال في دي ازاي، طب مش عارف ايه. فطبعا في مدرسين كانت بتستحمل، في مدرسين كانت بتزعل، في كل حالات هو لما الفرقه بتتشتم احنا كلنا كنا بنتشتم، ما حد بيتشتم اقصد، فالكلام كان بيبقى موجه للكل او كله بيتشتم. جيت في الثانيه، هل معنى كده ان انا عمري ما رحت؟ لا اروح، كنت بروح في شهور المراجعه، كنت اروح مثلا شهر هراجع على حاجه او في جزئيه مش فاهمها، فاروح الشهر ده عشان الجزئيه دي، واروح الشهر ده عشان الحل ده. طريقتي كمان
في زي ما قلت لكم ان انا كنت بحضر الدرس، فانا ببقى رايحه عارفه الدرس، فما بقدرش بقى امسك نفسي، وطبيعي كنت بتكلم مع المدرس وهو بيتكلم كمراجعه مع نفسي. طبعا في ناس ما بتحبش الكلام ده، 99% و9 من 10 من زمايل من الزملاء ما بيحبوش الكلام ده، وطبعا يبتدي يطلع هبل، عايزه تشوف نفسها، عايزه مش عارف ايه، عايزه تثبت انها احلى، عايزه تثبت انها مذاكره. الحاجات دي كلها حرفيا كنت بسمعها عنيد منها كتير، قالت بقى بالنظرات. بص انا مش عارفه ادخلك يعني في الحوارات والقصص دي، والغيبه والنميمه وهات وقلنا وقالوا وده قال وده عمل وده سوى. فشفت ان الراحه في النهائي انه ما فكرش اروح درس مع حد. طبعا انا يمكن خليت طبعا مش مشجع على ده، يعني ما تخليش كلام حد ياثر عليك لدرجه ان هو جامده بقى ومش عارف ايه وقويه، لا خالص. يعني هو النفسيه اتدمرت بس من جوه، شفت انتوا اللي بيطق بس بيطق من جوه، فهو كان في الحاله دي. طالما الراحه في ان انا ما اسمعش كلام حد، فانا خليت كلام اللي حواليا ياثر عليا، سواء بقى تنمر على اي حاجه، حرفيا كان في تنمر على كل حاجه تقريبا، كل حاجه، كل حاجه يمكن ان تتخيلها. طبعا سمعت كتير وده قال وده عادي وده سوء، والموضوع تطور. فانا ما كانش عندي طاقه، ما كانش عندي نفسيه، ما كانش عندي حمل ان استحمل ده كله. فطلعت، بس مش طلعت عشان المدرس مثلا وحش او مش عارف ايه. طبعا هو المدرسين ذات نفسها كان في مدرسين طبعا بتزعق وبتزهق من الطريقه دي، مش عارفه، بس اكيد يعني مثلا بيقولوا مش مرتاح، او زمايلي لازم يفهموا او الكلام ده كله. ولا للاسف ما كنتش بعرف اتحكم في نفسي وقتها، او انا عايزه اجاوب، انا عارفه الجزئيه فمش عارفه اسكت. فطبعا لحد ما حرفيا جه مره في مدرس قال لي حافظ الدرس والمذاكره ما تجيش تاني. ف تخيلوا بقى مع ده، ان المدرس ذات نفسه يقول لك كده، مع زمايل، مع قلنا وقالوا، مع غايبه، مع نميمه، مع لوكلوك كتير، مع كل الكلام ده، نفسيه اتدمرت. فطلعت، بس مش طلعت مثلا عشان ده وحش وده، حرفيا ما ركزتش، او انتوا ما ينفعش تركزوا. يعني لو هتقرري او لو هتروحي ما تركزيش معاه، يقول يقول، العيد يعيد، واللي يطق يطق، ولكن حاولي تعملي صح. انا شايفه من الصح ما كنتش اتكلم، لاني طبعا وجهه النظر انا فاهمه الجزئيه دي، طب غيري مش فاهم. انت مذاكره في البيت مثلا، طب ده مش مذاكر، او لسه جاي اول مره. فطبعا معاهم حق، اللي هو نظام انك تجاوبي في الدرس او الكلام ده كله، وهو الدرس بيبقى لسه جديد، فممكن ما يريحش ناس كتير. هو اوريدي ما بيريحش ناس كتير، لو الطبع ده بقى ومش عارفه اغير خلاص، ما تضايقيش حد معاكي، او ما تدخليش حد معاكي في دوامه. بس في ناس غلطها انها بتعبر بطريقه غلط، شفت تكلمي ليه مش عارف ايه، ويعلق الموضوع بغيبه ونبيه حاجات تانية هبل كده. فده بيخليكي يعني انت مش عارفه تعملي له ايه، يعني انت مش عارفه اساسا تعملي ايه. فانت بتضطري لما اللي قدامك بيعبر معاكي غلط او بيتكلم معاكي غلط، بتضطري تودي عليه بمجادله او بمقاوحه، ان هو اساسا بيتكلم غلط، فانا انت ازاي تتكلمي غلط، او ازاي تتكلمي بطريقه غير لائقه وطالب مني ان انا اتكلم باحترام. وانا للاسف موضوع العصبيه بقى وعلو الصوت والهري والنكت في النفس ده ما بينفعش، ما بياكلش اساسا، ما بياكلش في الثانوي، ما ينفعش. لان لو النظام ده تبعته او لو تبعتيه، انت بتتحرقي شويه شويه، هتلاقي انك ما عندكيش طاقه اساسا تقومي من مكانك، بيبقى وصل لدرجه ان هو انت عايزه تدنك طول النهار قاعده على الدرس، ما بتقوميش الا للضروره القصوى. لو هصلي، لو مش عارفه ايه، بتوصلي لو دنيتك تجادلي نفسك او تجادلي في الموضوع كتير، والله هتوصلي لدرجه انك قاعده على الدرس، مش عايزه اي حاجه، مش عايزه اسمع اي حاجه، مش عايزه اشوف ده، مش عايزه اشوف ده، مش عايزه المح، مش عايزه افتح كده. فطبعا النفسيه لو دنيتها كده، او لو الموضوع ده انه من جواك كده، لا ابعدي. طبعا ده بيبقى الحل على طول، اللي هو اي حد مش عارف ايه، مش عايزه، مش عارف ايه، وبتقفلي كل من اولها كده عشان تستريح، او تستريحنا بغض النظر. دخلنا بقى لثالثه ثانوي، ثالثه ثانوي برده دروس ولا مش دروس، انا ما برتاحش للدروس خلاص، انا ما بحبش اقعد في فرقه عندها عدد كبير. خلاص يا شباب، يعني كل واحد وحريته، كل واحد ودماغه. طب مش هتفهم، طب هتسقط، طب ما ينفعش، دي ثالث، دي سنه تحديد المصير، مش عارف ايه. انا لا اتحمل هذه الغلط، سقطت، نجحت، جبت كليه حلوه، جبت كليه وحشه، مع ان مفيش كليه حلوه كليه وحشه، بس يعني قصدي جبت مجموع كويس، جبت مجموع منخفض، جبت مجموع متوسط، اهو اللي حصل. انا كده، طب هروح الدرس، انا عارفه انا رحت الدرس انا هدمر نفسي اكتر، لان يعني زي ما بقول لكم ما بتخلوش من الكلام حرفيا، مفيش، هو موجود، وانا مش هعرف اغير نفسي ما بين يوم وليله، مش ما بين يوم وليله مثلا اعمل نفسي ما بتاثرش بكلام حد، او مش ما بين يوم وليله هتجاهل كل ده، لان في ما بيكون بقى مجتمعين او الاغلبيه، فزي ما قلت بتطقي لوحدي. فالمهم يعني
جيت في ثالثه فانت متاكده مش عارف ايه، خلاص انا متحمله نتيجتي اهي حياتي وانا اللي هعيشها، جبت حلو جبت وحش جبت منيل جبت بتنجان هو اللي هعيشها وربنا يستر. طيب قصه بقى المدرس، اهانه للمدرس، بيلاحقوا المدرس في الدروس الخصوصيه، اكيد دي حاجه انت مبسوطه منها، اكيد دي حاجه مش عارف ايه، وانا مالي يعني انا مالي، ما كل واحد حر، هو انا هتحاسب مكان حد؟ انا هروح اتحاسب مكان حد يعني؟ لا انا مالي يعني، انتم حاسيني مثلا ان انا اللي ببلغ عن حد او انا اللي بقول عن حد، وانا مالي؟ ما كل واحد حر، عنده عادات كبيره عنده عادات صغيره، بيفتري متكبر مادي الكلام ده كله، انا ايش دخلني فيه؟ انا مرتاحه مع نفسي. طب المدرس شاطر، المدرس خايف، المدرس مادي، المدرس بتحسه ابوي، المدرس محرم، المدرس بيقول الفاظ خارجه، مش هتحاسب مكان حد وما يخصنيش حد. المعلمين زي ما قلت لكم في ما بينهم الحلو في ما بينهم وحش زي اي مهنه في الدنيا، فطبعا كبني ادم هقدر ناس هكره ناس، او مش هحب ناس، او مش هتفاهم مع ناس، او مش هعرف اكمل مع ناس، فده ما يبقاش اسمه انكار جهد المعلم او انكار ذات المعلم. انا ممكن المصطلح اللي ما بحبوش مصطلح درس خصوصي في فرقه شبكي، لان حتى انا من رايي حتى لو هندي درس او المدرس هيدي درس يبقى في اعداد محدده او المكان يكون مساعد، يعني هندي 100 فرقه هدي 100 عيل في الفرقه، طب يكون قاعد في مكان حلو، ده رايي. طب المدرس ما عملش كده انا مين؟ خلاص هو حر، انت كطالب مستحمل انك تقعد في المنظر ده وتقعد في القعده دي او تقعد في الزحمه دي كلها، ما انت حر خلاص، انت حر يعني استحمل. لكن قدرتي انا مش كده، او انا مش هقدر استحمل كده. فنوعيه المدرس اتفقت معاها او اختلفت معاها دي حاجه تخصني انا، ومش انكار ذات المعلم، لان انا بقول انا بحتاج معلمين، هو وانا يعني طالعه داروين اكيد لا، انا بحتاج معلمين وبكلم معلمين وبطلب اسئله من المعلمين وبطلب امتحانات من المعلمين وبسال اسئله المعلمين وبطلب شرح معلمين، ولو انا اساسا هبقى ازاي من غير معلم؟ فمش انكار ذات ولا حاجه، ولكن في ناس بتفق معاهم وبحب طريقتهم وبحب اتقائهم لربنا في الموضوع يعني، وان هم بيتعاملوا بطريقه كويسه وبتحسهم فعلا يعني حرفيا اباء وامهات روحانيات كده بتفرح وانت بتكلمهم، وفي ناس لا، في ناس تتكلم بانفه كده وتزهق مش عارف ايه، انا ما ارتحتلهمش خلاص انا حر، دي حاجه تخصني انا، موافقه مش موافقه دي حاجه تخصني انا. انا بقول ده رايي، ده رايي اللي هو درس خصوصي، مصطلح درس خصوصي، فرقه بالعادات الكبيره دي، فرقه بالشكل ده، شايفه ان ده ما ينفعنيش، ما ينفعنيش، مش بطلب من حد او مش بجزم على حد انه مش لازم ينفعك كمان، لو ما ضرتكيش او ما ضرتكش او ما طلبتش منك انك تعمل زي خلاص يبقى مش شغل. انا حرفيا كانت في ناس تقول لي ازاي مثلا بتعرفي المدرس ده اشتغل ازاي، او ازاي بيجيب كده ازاي، او ازاي معاكي الامتحانات دي وانت ما بتروحيش اصلا، اشمعنى احنا نروح ندفع وما ندفعش والكلام ده كله في وشي كده وانت قاعده في البيت ويجي لك كل الحاجات دي، او بيجي لك الامتحانات دي ازاي، بيجيبها من مين، دي حاجه ما تخصش اي حد. لذلك عودي نفسك لما تكوني معاكي كتاب معين، او يكون معاكي مستلزمات معينه او امتحانات معينه او الكلام ده كله، حرفيا بيبقى في ناس مريضه وهم كتير كتير جدا، الناس المريضه اللي حوالينا كتير، تجاهلي ده كله ويبقى اللي متضايق منك اعمل انت كمان كده، لان انا ما جزمتش على حد يعمل عكس كده. فبس طبعا نهايه الفيديو خالص يا شباب، هاخد دروس مش هاخد دروس ده قرار، لو بترتاح روح، ما بترتاحش ما تروحش. موضوع ان مدرس هينجحني ومدرس هيسقطني، مدرس هو اللي خلينا نجيب درجات عاليه، مدرس هو اللي هيخلينا نجيب درجات منخفضه، بالنسبه لي دي حاجه مش موجوده. والدليل ان ممكن يكونوا اثنين يروحوا عند نفس المدرس، واحد يطلع من الاوائل وينجح وواحد ما ينجحش، او يسقط لا قدر الله، او يجيب درجات منخفضه، او مستواه يكون مش قد كده. هل انا كنت بطلع من الاوائل؟ ايوه، درجاتي كانت بتتارجح ما بين المركز الرابع والاول، يعني انا مثلا طلعت الرابعه مره، الثالثه طلعتها يجي ثلاث اربع مرات، وطلعت الاولى مره واحده في حياتي في الاعدادي وما اتكررتش كده. كنت بعمل ايه؟ نفس الطريقه او نفس الاسلوب. هل ما بحتاجش مدرسين؟ لا اوريدي بحتاج، بحتاج بحتاج، بس انا كنت بتعامل مع المدرسه سواء في الاعدادي او في الثانوي على انها مكان مقدس، حرفيا كنت ببقى فرحانه ومبتهجه وسعيده ونشيطه كده وانا رايحه المدرسه، حاجه ثانيه، حاجه تنرفز، حتى لو كنت في حصه صعبه او حصه صعبه كنت بحب المدرسه، وكل مصطلحاتها كنت بحب المدرسه، للاسف في مدرسين ربنا يسامحها بتدخل ما بتشرحش، تدخل بتزعق، تدخل بتزهق،
تدخل ما بتعملش ان عليها بشرح، ولكن دول زي ما قلت لك فئه كده وفئه كده، وربنا يكتر من الفئه الحلوه ويهدي الفئه للتانيه. ولكن الصح صح والغلط غلط، ما بيبقاش حاجه اسمها تعقيد او احنا عايزين نريح او تهويل او مش عارف ايه. وقت ما ينفعش فيه راح يحس، وطبيعي بيكون في ما بين كل حصه وحصه وقت، فدي ممكن تسرح فيه، لكن اثناء الحصه ذات نفسها ما ينفعش. حصه حصه ليها احترامها ليها اسلوبها. بس كده كان رايي. موضوع هطلع من الاوائل ولا مش هطلع من الاوائل، والثانوي ومش الثانوي، واساسا هجيب مجموعه في ثالثه ولا مش هجيب، كل على الله، اعمل اللي عليك وبيع على ربنا. بس كده انا اكون استفدتم. فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.